FM. الكلمة ليك. ليديتو. ليديتو. كانوا في بالي سي رجاء باش تحكي لنا على زيارة سي الباجي قائد السبسي للسيسي في مصر. مهمة ياسر. معقول ومعك. هو بعض المعلقين وقفوا في كلمة قالها سي الباجي في كلمته أمام الرئيس السيسي، قال أول رئيس جمهورية تونسية يزور مصر منذ 50 عاما. كيف؟ شنو كيف؟ بن علي مشى لمصر، المرزوقي مشى لمصر، لكن في زيارات عمل، ما زيارة دولة. زيارة الدولة في مرتبة أهم. بربي نيونس كبيرة هي، يعطيك الصحة سي رجاء، نرجعوا لها، هذه مهمة برشا. احنا مانيش مستنسين بالبروتوكول هذا وكذا. البروتوكول في الدول الكل، في فرنسا، في بريطانيا العظمى، تنجم تهبط انت كرئيس دولة عندك مصالح مع بريطانيا، مع لندن. صارت لنا مشكلة في سوسة بعد الاعتداء الارهابي مثلا، فكان من الواجب السي محمد الناصر يمشي في زيارة عمل، يقابل فيها رئيس البرلمان البريطاني ويعتذر باسم تونس على الفاجعة. هذه زيارة عمل، يمشي الإنسان القمة عربي زيارة عمل، ما هيش زيارة دولة. زيارة الدولة هي أن الدولتين عندهم لقاء قمة بين الرئيسين باش يتباحثوا مع وفد هام معهم، يتباحثوا في أهم الملفات الاستراتيجية، معناها متاع علاقات بين دولتين. سي الباجي ماشي باش يزور السيسي بعد زلزال وقع في المنطقة، اللي هو انقلاب السيسي، اللي هو طرد الإخوان المسلمين من الحكم بوحدة وطنية كبيرة في مصر، 30 مليون متظاهر راه، وبعد اجتماع كبير بين شيخ الأزهر ورئيس الكنيسة القبطية ورؤساء الجيش والشخصيات الاقتصادية إلى آخره، هما اللي توجوا عبد الفتاح السيسي اللي كان بالطبيعة وزير دفاع، ثم يعني بوأوه لترشيحه للرئاسة في الجمهورية. نسمعوا ليديتو من عندك سي رجاء، وبعد أكيد باش نرجعوا على مختلف النقاط هذه، وفما حتى غيرها من النقاط مهمة نحاولوا نوضحوا للناس فاش تتمثل بالضبط هالزيارة هذه. وكما قلت أنت، هي زيارة دولة مش زيارة عمل. دونك الميكرو اللي كنت هات، نسمعوا ليديتو متاعك. إذن آخر زيارة دولة رئيس جمهورية تونس لجمهورية مصر العربية كانت اسمها وقت الجمهورية العربية المتحدة، كانت في مارس 65 مع الرئيس الحبيب بورقيبة للرئيس جمال عبد الناصر. بدأت بمراسم هائلة، خطب أخوية مزيانة، وفات بخصومة تاريخية بعد خطاب أريحة اللي ألقاه الزعيم بورقيبة في مارس 65 في مخيم الفلسطينيين، ودعا فيه مصر للواقعية وتجنب المغامرات العسكرية وتبني قرار التقسيم متاع 47 متاع الأمم المتحدة وبناء الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل فوات الأوان. هذا عامين قبل الهزيمة متاع جوان 67. ما سمعوش بورقيبة يا غدار، بعت بلادك بالدولار، وتقطعت العلاقات وصار فينا ما صار. البارح وصل الرئيس الباجي قائد السبسي للقاهرة، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة في موكب عسكري وتشريفي هايل. الأعلام التونسية والمصرية ترفرف بحضور الشخصيات المصرية والتونسية. الزيارة هذه جات بعد عامين من زلزال السيسي في مصر عام 2013. تتفكروا وقت اللي اللواء السيسي مع أهم قادة الجيش المصري، مع أهم قادة المجتمع المصري من مشيخة جامع الأزهر إلى الكنيسة القبطية إلى غيرها، قروا باش ينحيوا الرئيس مرسي اللي كان الناطق باسم الإخوان المسلمين في مصر. وبدأ فاصل جديد في التاريخ السياسي العربي، هو ضرب الإسلام السياسي كما يقال. ومن القرضاوي في قطر وحزب أردوغان في تركيا وإخوان ليبيا بعد القدافي المسكين وإخوان المغرب في حزب بن كيران، وطبعا إخوان تونس مع حركة النهضة وغيرها، الكلهم تأثروا بهالانقلاب هذا. معناها الزيارة متاع الرئيس التونسي اليوم جاية في ظروف سياسية واضحة، هي تفهم أولا ماهية هذا التحول الذي وقع في مصر والذي انتهى بانتخابات، انتخب الشعب المصري عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي رئيس منتخب اليوم، وجاي انتخابات تشريعية في الأسابيع القادمة باش تأسس البرلمان الجديد المصري اللي وقع حله اليوم. فات اللي فات، دارت العجلة،
السيسي رئيس منتخب إذن من ناحية في معركة اقتصادية مصيرية للنهوض بالاقتصاد المصري، تحسين عيش 90 مليون مصري. ربي نتفكروا هالأرقام هذه، رغم 90 مليون مصري أكبر أمة عربية، أكبر شعب عربي في الأمة العربية، أكثرهم على عتبات الفقر وبلا تنظيم عائلي. ونجح الجيش المصري مؤخرا في عملية رمزية حرص عليها السيسي جدا، هي عملية حفر قناة السويس الثانية اللي باش تضعف عدد السفن اللي تمشي بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويتضعف تضعف مداخيل القناة وتمكن من تمتين هالاقتصاد المصري اللي هو المعركة المصيرية. قد ما تكلم في السياسة المعركة المصيرية هي كرغيف العيش كما يقولوا في مصر لكل مصري، والعناية بحاجيات الشعب المصري. وهذا ما يجي إلا بك الإعانات اللي جات بعد الانقلاب هذايا من الكويت والإمارات والسعودية، واللي بلغت تقريبا 30 مليار دولار، أي يعني أكثر من ثروة تونسية في عام. لكن سؤال سي رجاء، خلينا نقوله، لكن الرأي العام المصري والتونسي والعربي عامة يتبع في الملف الأمني وتطوير هياكل المنظمات الإرهابية في المنطقة، في مصر، ليبيا، تونس والجزائر والمسرح الإفريقي، والمراقبين كما يقولوا في انتظار خطة للتدخل العسكري لضرب داعش وغيرها في ليبيا باش تنجح حكومة المصالحة اللي اتفقوا عليها الإخوان الليبيين في الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة. ما ننساوش اتفقوا عليها مؤقتا، ما زالت ما الحل هذايا متاع الحكومة الائتلافية الفيدرالية نقولوا هالنسبة والأحداث اللي باش تجمع بين الشرق الليبي والغرق الغرب الليبي والجنوب الليبي، لأن ثلاثة بلدان معناها مجتمعة فيها البلد الكبير، البلد كبير ياسر. شبه مؤكد اليوم اللي عملية عسكرية كبيرة جاية في القريب لتخليص المدن الليبية الكبرى من المجموعات الإرهابية المسلحة التي تحاول داعش توحيدها في جبهة الدولة الإسلامية دون أن تنجح إلى حد الآن. هاك على زيارة الباجي قائد السبسي لمصر ومن بعد السعودية وللأردن في غاية الأهمية على الواجهة الأمنية الداخلية التونسية والخارجية. مصر في حالة حرب في سيناء راهي ضد سرايا القدس اللي تضرب في القوات المصرية في سيناء بصفة مستمرة وموجعة على الرغم من انتشار قوات خاصة مصرية كبيرة. وتونس ما زالت في مضاعفات ضربات متحف باردو وسوسة وجبال القصرين وسيدي بوزيد والكاف، وقواتنا المسلحة وقوات الأمن ومختلف الأجزاء في طور مراجعة وتحسين التنظيم وحشد الإمكانيات، والنتائج الأخيرة في ضرب المجموعات الإرهابية إيجابية. لكن ليبيا بركان قاعد يشعل، وأراضيها الواسعة مخازن أسلحة القدافي، وصول آلاف المقاتلين خاصة من عندنا من عند التوانسة، ونتائج الضربات المتواصلة ضد داعش في سوريا والعراق، كلها ستحول ليبيا جارتنا إلى قاعدة خطيرة على أمن مصر وأمن تونس والجزائر. زيد على هذا أن التهديد يمس أوروبا اللي تشعر بالخطر أمام نزوح الآلاف المهاجرين إلى غير ذلك. إخواننا في الجزائر موقفهم واضح، نعم للتنسيق العربي الإفريقي ضد الإرهاب، ولا ألف لا للتدخل الأوروبي والأمريكي. إذن الخيار واضح، ما يحك لك كان ظفرك. تونس ومصر والجزائر مطالبة بتخطيط الحل الصالح القوي لمنع انتشار الخطر الإرهابي من ليبيا إلى أراضيها، بدعم الحكومة الشرعية القادمة بكل الوسائل السياسية والعسكرية، وطبعا أهم مفاتيح ووسائل هذه الخطة بيد مصر الشقيقة اللي هي القوة العسكرية الأولى في المنطقة. يعطيك الف صحة وتفاصل معنا شحال الاخر كسوا تونس والجزائر ومصر، يلزم التنسيق ما بيناتهم. ناخذوا ترانزيسيون بوب وبعد نرجعوا نحاولوا نفهموا مع سي رجاء فرحات ليديتو هذه سي رجاء، وانه نرجعوا على معلومه خاطئه انت فسرتها، لانه الناس ممكن ما عندهاش الثقافة الدبلوماسية، على الأقل نحكي على المواطن العادي باش يفرق ما بين زيارة عمل وما بين زيارة دولة، إتون دوني وأنه سلباجي قائد السبسي قال هذه أول زيارة تقريبا منذ 50 سنة لرئيس تونسي إلى مصر. ميساج خذوا بخاطري ويتنعودوا نفسروا عليش، لأنه بريمون فما نيونس كبيرة وانتي فسرتها أو ديتاي بخي. نعودوا سيراجة، نعودوا. عندك بين الدول علاقات دبلوماسية في مراتب مختلفة، تم زيارة الوزراء
وزارة الاقتصاد. هذا وزير الاقتصاد التونسي زور مصر في عملية تنسيق اقتصادي جهوي، معنى إقليمي كما نقوله باللغة العربية. ثم هناك رئيس الحكومة يشرف على اللجنة الثنائية، موجودة اللجنة العليا الثنائية التونسية المصرية، يمشي سي حبيب السيد للرئيس الحكومة المصرية يتقابلوا كما جانا مؤخرا رئيس الحكومة المصرية فيتقابلوا فيشوفوا الملفات التقنية الفنية، ثم مسائل فيزا بيناتنا، ثم مسائل عمال بيناتنا، ثم مسائل طلبة يقرأوا، عندنا برشا طلبة تونس يقرأوا في مصر أو ما ننساوش، هناك يعني هناك علاقات جوية، هناك شركات بحيث هذه المستوى اللي أعلى هي زيارات العمل لرؤساء الدول، زيارات العمل وقت اللي ثم قمة، ثم حالة يعني حالة متأزمة بين البلدين، ينقص في طيارته ويمشي يطلع لي ما سماش لمراسم لطبول لطبال لزكاة مشيول. ثم هناك أوقات يجب على الدولتين أن تجسدان العلاقات المتميزة بين الدولتين، فتصبح زيارة الدولة زيارة الدولة بكل معاني الكلمة، يوصل الرئيس يستقبلوه في أمريكا، البروتوكول الأمريكي يستقبلوه في البيت الأبيض الأمريكي مش في المطار. احنا ماشي في بالنا اللي زيارات الدوله في الزيارات في كانوا المطار. سمحني في الكلمه البارحه ما عطاوش كار سي الباجي قائد السبسي بما انه وزير الصناعه المصري هو اللي استقبله في المطار، دونك سي امبورطون كما في باريس يجيك وزير التربيه يجيك، لكن الاستقبال الرسمي في ليزانفاليد. ليزانفاليد هو المكان الرسمي لاستقبال الرؤساء، ثم في البالي دي ليزي وثم عشاء دوله وثم كذا. في مصر كيف في مصر ما نساوش يعني ثم جزئيه لا يستهان بها، الرئيس السيسي مهدد، الرئيس السيسي في حرب ضد الإرهاب ضد سرايا القدس وضد داعش، عشرات عشرات وعشرات من الجنود المصريين يقتلون في سيناء، الرئيس السيسي يعني محاط بجملة من الاحتياطات الأمنية تجعله دائما تحت الحراس، ما يخرج من القصر الاتحادية هذا إلا في موكب كبير عسكري كذا، حيث يجي رئيس الدولة الأجنبي يستقبل استقبال خفيف في المطار ثم يكون الاستقبال الشرفي العسكري الكبير كما هو في موقع رئاسة الجمهورية مش بعيد. حل دائما ندعو يودي حل جوجل، امشي جوجل حل الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية توريك الفيلم متاع الاستقبال الرسمي في قصر الاتحادية للرئيس باجي قائد السبسي، علم تونس فوق أعلى مكان في القصر الرئاسي المصري، ثم يستقبله الرئيس السيسي ويعني يفتشان كما يقال في الشرق، يفتشان فريق الشرف أو كوكبة الشرف للجيش المصري كمزيانة لابسين يونيفورم أحمر وأزرق وكذا، وحماة الحماة والنشيد الرسمي بعد يدخلوا في التعارف وفي المفاوضات مباشرة، وبعد يحضروا هم الدبلوماسية في البلدين أو كيفاش يقع يعني الدبلوماسية التونسية والدبلوماسية المصرية تحضر وثائق العمل، وقت الرئيسين يجتمعوا يقعدوا يتفاحثوا ساعة من زمان باش يستعرضوا الوثائق اللي حضروها الدبلوماسيين، بعد يخرجوا في مؤتمر صحفي أو في ندوة صحفية نقولوا احنا وهم يقولوا مؤتمر، ولو أنه البارح صارت ندوة صحفية في قصر الاتحادية لكن بالاعتماد على الوثائق. قالها سيلباجي، قال يعني الوثائق تدل على أن المشاورة وقعت وأن الاتفاق كامل بين الطرفين حول أهم المشاكل الراهنة. دونك جوستومون باش ننهيو رسميا مسألة، وأنه سيلباجي قائد السبسي نعرفوا هالمعلومات والتعاليق اللي تجي على الفيسبوك لمولات سورس منقوش دانفو، ولكن سورس دو كومنتير تخلي تهيج شوية العباد، لأنه برشا ناس مشاو على أنه سيلباجي قائد السبسي سمحوني في الكلمة فسخ ليكس بريزيدون دو ريبوبليك سي المنصف المرزوقي، بما انه سي المرزوقي ادى زياره في 13 جويلية 2012، وهنا نفهموا دونك فسر لنا سي رجاي وانه هي كانت زياره عمل مش زياره دوله. عضو المكتب السياسي ورئيس الديوان السابق لسيد منصف المرزوقي عدنان منصر كتب البارح على الصفحه الخاصه نتاعو ماذا كان ينتظر من زياره الى سفاح وفوق ذلك حمار يحكم مصر، في تعليق على استقبال الباجي قائد السبسي من طرف وزير الصناعة المصري. جو سيبا إذا عندك أمتي كومنتير على استاتيو هذي، ولكن نحب نتعدى نحيي العبارات الأنيقة جدا عبارات أنيقة هذه في العلاقات بين كان رئيس ديوان رئيس الجمهورية المؤقت عايشك سراجة يعني مدى بينا بربي نصيحة لكل كان وقت اللي نتكلموا على دول الشرق الأوسط العالم العربي
مبني على مصر، على القوة الديمغرافية التاريخية الحضارية والعسكرية المصرية. مهما يكون من أمر، عمري ما نستعمل العبارات هذه فيما يخص الدولة المصرية، لأنها دولة طه حسين وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيره ونجيب محفوظ. هذه تم شوية احترام وما نصورش وانو عدن منصر ما يرش التاريخ، التاريخ المصري. دونك كما ندافعوا على تونس ندافعوا على علاقاتنا زاده مع مصر. اوروزمون ننتقدوا وننتقدوا الديكتاتوريه والاستبداد، لكن ننتقدوا الديكتاتوريه والاستبداد، هذا حكم سياسي مش حكم يعني سوقي. واضح. على كل ذكرني في التدوينه نتاع القيادي العربي القاسمي منذ نهارين ثلاثة ايام على تصريح وزير العدل عند ما قالوا يا سيد وزير العدل انت حر في مؤخرتك. كان دونك اليوم هذا واقع نقولوه كما هو، بوتيتر ان بو شوكون لبعض لي زوديتور نتاعنا، ولكن نحبوا نحكيوا فيه باش نصلحوا بعض الامور. نمشيوا على كل بعد شويه عندكم فلاش بوغسيه ثم فلاش نيوز وكاب سبور دوره حول اخر جديد في الاخبار ان شاء الله والرياضه، ثم ما تبعدوش بعيد راجعين ان شاء الله باش نكملوا مع ليديتو الزياره هذه شنو لي زاتونت منها، شنو الانتظارات نتاعها، وما نساوش زاد سيراجا وانه بعد مصر فما مجموعه من الزيارات الاخرى الى السعوديه الامارات والبحرين. نسمع رايك جوست بعد شويه ان شاء الله. غدو لكم التحيه لكل من يسمع فينا، هذه راديو كابا فام، تابعوا في حصتكم كابوتشينو من اثنين للجمعه من السته نتاع الصباح للعشره. دونك انا بيرسو على شنو صاير في البلاد، كسوسوا سياسه امن امور اجتماعيه واقتصاد كذلك. لي زوند نتاعنا 95 2 105 6 91 5 والا كاب راديو بوان تي ان. نوصلوا الى نهايه الروبريك نتاعنا ليديتو افيك دو كاستيون سي رجاء. دونك نجدد لك التحيه، مرحبا بك سي محمد رجاء فرحات. نحكيوا على زياره سي الباجي قائد السبسي الى مصر، فما دو كاستيون. السؤال الاول شنو اهم الانتظارات من هالزياره هذه؟ اثنين الزياره اللي بعد باش تشمل بعض البلدان الاساسيه في منطقه الشرق الاوسط كما الامارات السعوديه والبحرين، شنو الغايه منها؟ شنو الدور اللي قاعده تلعب في مصر ما بين تونس والبلدان هذه؟ لانه في فتره سابقه عرفت العلاقات خاصه مع الامارات والسعوديه بعض الفتور. مش ما نقولش كلمه اخرى سي رجاء. المهمه نتاع سي الباجي هالايامات مهمه دقيقه جدا. ما نتكلموش على سي الباجي الرجل السياسي التونسي، راهو نتكلموا على رئيس الدوله التونسيه. احنا ناس نفرقوا نفرقوا بين الزعيم السياسي وبين رئيس الدوله. رئيس الدوله يمثل المصالح العليا للدوله التونسيه. احنا بشويه بشويه توها الحقيقه هذه تبدا توصل بشويه بشويه للعقول، ونوليو نعطيوها شويه مرتبه خاصه في تحليل الامور. سي الباجي اليوم كرئيس للدولة التونسية في حرب كاملة ضد كل القوى السوداء التي تريد أن تدمر هذه الدولة التونسية اللي صنعتها إرادة الشعب التونسي، راهي مش شخص عملها، والشعب التونسي برمته وشهداه هم اللي بنوها الدولة التونسية. والدولة التونسية هي أداة الخير والحياة للشعب التونسي نساء ورجالا كبارا وصغارا. المصالح الأساسية متاع الدولة التونسية اليوم في إحلال السلام في منطقة المغرب العربي الكبير حتى الحدود المصرية. مصر تعتبر روحها عضو يعني عضوي في المنطقة هذه متاع شمال أفريقيا، ثم في إطار ما يجد الآن على الساحة في الشرق الأوسط. ننساو بعض الأمور. احنا توا شنو سنه مالكيه هكا 99% منا سنه مالكيه. اش معناتها؟ معناها احنا والجزائر والمغرب في نفس المذهب السني المالكي الاسلامي على خطى امامنا الكبير الامام صحنون من القيروان. هذه هي ليبيا كيفاش؟ سنه مالكيه وشافعيه الى اخره. مصر سنه شافعيه، نحي منها الاقباط اللي هما جزء لا يستهان به من الشعب المصري، المسيحية المصرية، ثم ترجع للمملكة العربية السعودية للإمارات لقطر لكذا، وخاصة تركيا اللي هي القطب السني الكبير في الشرق الأوسط. أمام شكون؟ العملاق الشيعي الإيراني اللي عنده بالطبيعة مصالحه الخاصة، وهذا شيء طبيعي، في اليمن مع الشيعة اليمنية متاع الحوثيين، ومع سوريا مع العلويين، ومع الشيعة اللبنانية متاع حزب الله. شفت كيفاش تطرد؟ اليوم يلزمك تعرف أنت وين، أنت شنية مصلحتك الوطنية، مصلحتك القومية وين. هالمعسكر الجديد هدايا
اللي قاعد يتبنى هالأيامات فيه مش في إطار زيارة سيلباجي، لا لا، في المشاورات اللي واقعة. سمعنا الخطب متاع رؤساء الدول هذه الكل في الأمم المتحدة، خطاب الملك عبد الله متاع الأردن اللي هو هاشمي يعني من سلالة النبوية، كان خطاب أساسي نرجعوا له بربي في انترنت باش نقراوه، لأنه وثيقة عمل، وثيقة عمل في التفريق بين السنة التقليدية نتاعنا، السنة اللي نتاع جدود، والسنة الجهادية. هذه السنة الجهادية نتاع داعش الإرهابية اللي تحلم باش تقتل الشيعة نتاع العراق الكل. يا ولدي انت السنة 20% من شعب العراق، و20% كردي، و60% شيعة، باش تقتل الناس كلها، تقتل العراقيين الكل، باش تقتل الشيعة الكل في كل معناها، بحيث هذاك التفريق بين هالمتطرفين هذوما والأغلبية السنية. يحب يقول مصالح خاصة، واضح. يحب يقول سيراجي وأنه بون، أنت عطيت معطى هام برشا، تقول وأنه منطقة شمال أفريقيا نقصد بها تونس، الجزائر، المغرب، وحتى مصر اللي هي تعتبر نفسها عضو أساسي في المنطقة هذه، دونك السنة الملكية، دونك عندنا أكثر شانس حظوظ باش أن المنطقة تكون محمية من غزوات، من مخططات إرهابية، وإلا تدعو إلى تجزئة أو حتى أمور أخرى. يحب يقول أنه إعلان تونس انضمامها الدولي للقادة أو التحالف لمحاربة داعش، واللي أعلن عليه سي الحبيب الصيد، هو عنوان انتماء تونس أو انخراط تونس في المعسكر هذايا متاع السعودية، الإمارات، البحرين وغيرهم لربما من البلدان العربية في محاربة داعش. أظن أنه ثم درجات في الكلام، دائما ثم تدرج. ما عندناش لا قوة عسكرية ولا قوة اقتصادية تمكننا باش نشاركوا في أي عملية عسكرية خارجية خارج حدودنا. احنا همنا الكبير أن ندعم جيشنا وقواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية للتصدي لكل عملية إرهابية تنال من السلام ومن الأمن والإطمئنان متاع أهالي سكان الجمهورية التونسية. هذاك دورنا. لكن من ناحية ثانية كما قلت بكري، ما نجموش نتحاشاو النظر إلى ليبيا اللي هي جارتنا وحبيبتنا القريبة اللي فيها عشرات الألاف من التوانسة قاعدين يخدموا لليوم. ما نساوش هذا، وما نساوش العلاقات العائلية اللي موجودة. هذه الحرب في ليبيا، الواقع الليبي، مسألة داخلية تونسية، معناها تمسنا. ثم هناك مئات الألاف من الليبيين مقيمين بيناتنا بردا وسلاما على إبراهيم في البلاد هذه، ما نجموش نساوهم. هذوما قسم من مشاكلنا الداخلية، ما نجموش نرضاو بأن طرابلس وبنغازي وبرقة وغيرها تكون محل حروب إيديولوجية تعيسة، ومحل معناها مجازر رهيبة وحشية لا تنتمي لا للإسلام ولا للسنة ولا للشيعة. معنى هذه مسائل متاع عصابات جديدة جات على تحب تحتل مكان أحد الفراغ الكبير متاع زعزعة الدول بعد الربيع العربي. هما يسخالوا هذاك، أي هاو جا وقتنا هاو باش ننقزوا على الفريسة هذه نمشمشوها. ما نجمش باسي راجي. دونك في 20 ثانية آخر سؤال، كيف باش يكون عندنا تواصل، وانت حكيت على ديتاي مهمة برشا، قلت يلزمنا ندرجوا في الكلام نتاعنا وفي الأفكار نتاعنا. هل أنه زاد القاعدة هذه ما بين الرؤساء والحكام نتاع البلدان المذكورة، دونك كما السعودية، الإمارات، والبحرين باش يمشي لهم سيلباجي قايد السبسي، أو من المنتظر وأنه يؤدي لهم زيارة كما هو مبرمج، فما طرح كبير اسمه ليبيا. بمعنى آخر، هل هناك نية لتدخل عسكري لحسم الأمور؟ المؤكد 30 ثانية فضلك. المؤكد رجع. أنه اليوم وصلت المفاوضات اللي وقعت تحت إشراف الملك محمد السادس في المغرب في قصر الصخيرات. المغاربة ما يشاركوش كمتفرجين، يعني بعد ما قامت الحكومة المصرية بمبادرة كبيرة ياسر ما اهتميناش بها برش، جمعت رؤساء القبائل الليبية الكل، اجتمعوا مدة أسبوع في القاهرة في وتيل وفرغوا المزود وتكلموا بين بعضهم، وهما اللي اختاروا ممثلين عليهم في هالمفاوضات اللي تاقعت اليوم في المغرب لتكوين هالحكومة الليبية المتحدة خارج العصابات المسلحة.
خارج داعش خارج المنظمات الإرهابية. هالعملية هذه كلها عملية هندسية وإيدة وطيدة، يعني يلزمها الدعم الدبلوماسي السياسي التونسي. هاوك علاش دورنا موجود، ماناش خارج اللعبة، دورنا موجود في تصفية القلوب بين بعضها. الليبيين أصحاب العزائم الصادقة كما يقولوا، اللي يحبوا الخير للبلاد، وهذا الكل ما يقع إلا بهالسحابة أو بالغطاء الاستراتيجي الأمني المصري، لأنها القوة الوحيدة القادرة على ذلك في هذه المنطقة. نظرا أن الجزائر اللي هي قوة معتبرة ومحترمة ما تخرجش من حدودها، الإيديولوجية المذهب الجزائري الخيار الجزائري بتاع الرئيس بوتفليقة ومجموعة الحكم الجزائري ما نخرجوش من التراب الجزائري. إذن نقضيه على الإرهاب في التراب الجزائري، ولكن دون الخروج إلى خارج الحدود متاعنا. سي تري كلير، يعطيك الف صحه سي رجاء فرحات على الاقل زوديتور نتاعنا. هكا نحاولوا نفسروا لهم قاعد صاير في المنطقه ككل، سواء شمال افريقيا او الشرق الاوسط، ولانه الامور فيها تقاطع كبير، وشنو هو زاد حجمنا نحن العسكري نجم نقولوا متواضع، ولكن الدبلوماسي عنده ثقل هام. دونك نمشيو مع بوب، بعد ما تبعدوش البعيد ناخذوا ممكن مع مخرجنا سي نبيل بن عيسى ان توب كي نسمع نبدلوا به شويه الاجواء، ثم راجعين مع روبريك تشاتش. كاب اف ام الكلمه ليك.